السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا جبت لكم واحد الفيديو ان شاء الله غادي ينال الاعجاب ديالكم. الطريقة كدير انك تحل الشارجور ديالك الا كان عندك شي مشكل فيه ولا مهم ما بغاش يخدم. كما كتشوفوا هاد الشارجور هذا محيد ليه هاد الراس هذا داكشي باش ما كيشعلش وما خدامش، ولهذا قلت علاش ما ندير لكمش فيديو ونوري لكم الطريقة كديروا تحلوا الشارجور ديالكم. بسم الله الله بركة الله. تخصك واحد الطريقة بحال هذه، خوط الرفيس يكون بلام لقدام، وهنا يكون الا كان خاسر ما يكونش مزيان باش ما تخسرش الرفيس ديالك. اذا على بركة الله اش كنديروا؟ كنديروا هكا لكم طريقة باش ما تضيعوش الشارجور ديالكم، تحاولوا ما ممكن تصلحوه بلا ما يضيع لكم. كضرب غير بشويه، ما تضربش بجد، غير بشويه بحال هكا، غير بشويه هكا حتى تجي تاني لهنا. هل هكا الوسط تاني، لا هكا تجي تاني لهنا حاولكم ديرو صباعيك على الشمال ضروش راسكم. فوالا ها هو الشارجو ديالنا تحل بلا ما كاين اللي كيدير لي هذاك المنشار من هنا، داكشي ما خدامش. ها انت شتيه كيبقى لك هاد الجوا مزيان شتيه، وتيبقى شارجو ديالك ناضي مقاد باش تردو وتعاود دير ليه السكوتش. كما كتشوفوا طريقه سهله. كما كتشوفوا دابا هاد المسمار اللي هنا، هاد المسمار اللي هنا غادي نحاول ما يمكن نبدل هادي كامله. هادي راه كتكون واحد الكولا لتحت، غادي نديرو ليه هكا غادي يطلع. ها هذا الشارجور ديال الجيل، ها هو شفتيه، ها هي الطريقه. وين يحاولوا فاش بقاو تضربوا حاولوا ما يمكن باش ما تقيسوش شي بياسه ولا. وكما كتشوفوا دابا غادي نبدل هذا، نحيدو من شي شارجور اخر ما خدامش، طرفو هذا لهنا. وغادي نزيد لكم واحد الفكره ان شاء الله على هذا الشارجور هذا. كما كتشوفوا هذا راه في هذه اللعبه هذه، المهم على حسب هذا راه في، شوف راه غنعطيكم واحد الفكره ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا هذا الاورديناتور هذا هو نوريه لكم، هذا الاورديناتور غنوري لكم به فكره او طريقه باش تعرف ان الشارجور عندك فيه مشكل. صافي احنا غادي ندخلو. كما كتشوفوا انا درت هذا الراس هذا مؤقت باش نجرب به، حيت دابا هذا الراس اللي في هذا رقيق شتيه هو رقيق. اذا غادي ندخلو هذا هنا بهذه الطريقه هذه. هادي راه درت قلبت بلاباري حتى لقيت الزائد ودرتو هنا، والناقص كما كتشوفوا داير لمص هنا. كما كتشوفوا هي الطريقه كالتالي. بريس ديالي انا راه درتو، انا غادي نلصقو كما كتشوفوا. هو الشاجور راه خدام، ماشي ما خدامش، ولكن كيدوز 19 فولت، ومع ذلك شوف كي تيدير. كما كتشوفوا شوف شتيه، دابا اللي شاف هاد الطريقه اللي تصحاب واش البيوز ولا، راه المشكل من الشارجور ها وما تيبغيش يشعل. انا غندير بحال شعلتو، ها انت شكي غيدير شتيه، تيشعل و تيمشي شتيه. وباش نتاكدو مزيان وباش نشرح لكم مزيان وباش تفهموا باش ما نديروش الاخطاء، واللي يقول شي حد راه الاورديناتور ما عندوش كاين مشكل، انا نقول لكم راه نوري لكم مزيان باش تفهموا. كما كتشوفوا هاد الاورديناتور ها هو، ها هو نفس الاورديناتور هذا اش بي، ها هو الراس ديالو. حنا دابا غنحيدو هذا كما كتشوفوا، غنحيد هذا ها هو، وغادي ندير هكا شوف. دابا حيت هو ما فيهش الباتري داكشي باش ما كيكليونطيش، غادي نشعلو شوف كي تيدير شتيه، كيمشي شتيه شوف، كاع ما تيشعل شتيه شوف. عندنا غادي نبرك، انا تنبرك دابا على بلاصه التشعيل، ها هي يدي نوريها لكم، ها هي يدي شتيها، انا غادي نبرك شوف شتي شوف، ها هي يديها شتيها، ها شتي. اذا بحال بحال هذا الشكل هذا، راه شوف راه هاد الشاجور راه كيعبر، انا غنعبرو لكم تشوفوا باش تاكدوا مزيان، نعطيكم افكار ما كاينش داكشي اكزاكت. يلا شتي كما تشوفوا دابا انا جبت لكم لاباري باش هنا لاباري غادي نديرها في وضع ديال كما كتسمى التيار المستمر. ها هو
شتي بان لكم ها هو التيار المستمر غادي نديروها في 20 شتي تبان لكم هاكا جايبه هانتا كنشد الناقص في الناقص والزائد في الزائد فوالا الى ما وصلش نديرو ليها هاد الكروشي هذا هكا باش يوصل لي نحو ما تزداش بالطريقه هذه شوف شتي شي 19 فولت شتي كي تعبر هنا راه قلبتهم شوف شي تقلب تيعطيك ناقص هنا خاصهم يتقلبوش هانت دابا ها هو الناقص وهو الزائد دابا ما غاديش يتقلبوا هنا هانت راه كي ديما كنقول لكم بقاو تردوا هانت شوف شي 19 فولت هادشي اللي بغيت نوصل لكم انا دابا بان راه الشارجور راه مخرج الفولت ومع ذلك ما تيبغيش يشعل اذا عنده مشكل في شده التيار اي لومبيراج اذا غادي ندوزو ان شاء الله لي طاب اخرى كما قلت لكم هذا هو الشارجور دابا اللي قلت لكم فيه مشكل حيدوا لاباري من هنا ونديروا نفس الطريقه ديال الحلان كما قلت لكم هذه الطريقه ديال الحلان اسهل طريقه جبت لكم اسهل طريقه الحلان ديال الشارجور الشارجور ما تضيعوش راه تيكون بعض المرات الفيزيب محروق وتترميو بالشارجور الشارجور تيكون غالي يلا نجيب لكم فكره زوينه باش تنفعوا ان شاء الله اذا غنبداو من هنا كما قلنا الطريقه نفس الطريقة ها شوف ضربوش بالجهة الثانية راه تقبو تخسرو انت ها شوية هذا ديما ديال اش بي تي كون فورسي تيكون فيه الالومنيوم من الداخل بزاف داكشي باش يكون قاصح هكا شتي فوالا شوف واش قلت لكم تيكون قاصح بزاف هاد الاش بي هذا تيكون نزيد واحد الضربه هنا وغادي يتحل دابا دابا نوري لكم طريقه اللي سهله وسريعه وفاش تحس بيه تيتحل صافي وبعد عليه كما كتشوف كما قلت لكم في هذا الالومنيوم وداك الشيء باش يتعكس في الحلال تلقاش فين نضرب الطرونفيس باش يدخل واحد شويه باش يتحل هانت هو شوف دابا فاش قريب يتحل ما كنضربش بالجهه ها انت شوف شتي اذا كما كتشوفوا انا جبت لكم الطريقه اسهل طريقه للحلال ديال الشارجور حذاري دابا راه درنا في الضو يقدر تكون الكوندونساتور تكون مشرجيه كتكون واحد الكوندونساتور هنا فوالا هاي الكوندونساتور ها هي هادي تكون مشرجيه حذاري هذا الراس هذا اللي غادي نحيد دابا لهذا ونديرو في الاخر ونشوف الا كان الا كانت شي حاجه زعما قريبه للتصاويب نصوبوها بلا ما نضيعوا هذا الراس انا وريت لكم طريقه كي ديروا انكم تحلوا الشارجور ديالكم طريقه سهله وعطيتكم حتى الفكره على الشارجور فاش يكون خاسر وفاش نركبوه مع الورديناتور كي تيعطينا كي تيكون المشكل ديال الشارجور اشنو بان لكم في هذه القضيه مزيانه اذا نشوف لكم حتى الشارجور اخر ها هو شارجور اخر ها هو حتى هذا راه فيه مشكل شوف غادي تشوف الطريقه ديال الحلال انا غعطيتكم افكار باش نتمنى ان شاء الله تنفعكم طريقه ديال الحلال الشارجور اللي حاول ممكن ما تضربوش في الجهد غير بشويه نورمالمون كاين تيكون الالومنيوم الالومنيوم في الجناب كما كتشوفون نقدر نبدل ليه هذا ندير ليه هذا الراس هذا العادي حسن كاع بلا ما نضيعو الاخر هذا نشوفو كمن كما شي ريزيستونس ولا كما كتشوفو سمعتو الصوت ديال هذا سمعتو الصوت ديال هذا خاوي من الداخل بهذه الطريقة هذه
شوف فاش تيكون هاد الجوا خاوي، كي تيكون هاد الجوا خاوي تيعطينا واحد الصوت، شتي فوالا كما كتشوفوا طريقه سهله، احسن طريقه وريتها لكم، توريكم هذاك الشيء اللي نضرب شو شاد الشارجور دوريجين شي داري لي مكمل هنا من ناحيه هاد النحاس هذا راه زوين الا بغيتي تصوبي اونتين ديال لاكلي واي فاي. دابا ان شاء الله نديرو شي فيديو نشوفكم نختارعوا شي لعبه ديال لونتين دو واي فاي زوين بهاد النحاس هذا. شتي شتي رقيق، شوف شتي هذا يقدر يستقطب موجات ديال الريزو ديال الواي فاي. كما كتشوفوا هاد الشارجور هذا راه باقي نقي صراحه، حتى هو نعبروه نشوفوا منين جا ليه المشكل. انتما كتشوفوا احنا خبيناه. اذا كما كتشوفوا انا وريت لكم الطريقه، احسن طريقه للحلال ديال الشارجور واسهل طريقه بلا ما تبقى تضرب مع الشارجور ديالك وتهرسو وتبقى تنجر فيه في المشار تما، ولا يكون غير مهرس ليه هذا الراس هذا وترمي به. يلا ما تنساوش بارطاجوا اللايك. يلا الله يعاونكم.